بسم الله الرحمن الرحيم. ده فيديو المحاضرة الثانية في الفصل الخامس اللي هو خاص بالاختيار والتعيين. احنا كنا في المحاضرة السابقة كنا قدمنا بعد المقدمة يعني عملية الاختيار والتعيين اللي هي الخطوات بتاعتها، وخلصنا أول خطوتين اللي هما الفحص المبدئي ونموذج التقدم للوظيفة. بداية من المحاضرة دي هنقدم الاختبارات الوظيفية. طبعا اللي فات كان عبارة عن ايه؟ عبارة عن انك انت المتقدم للوظيفة، اعلنت مثلا عن وظيفة معينة، المتقدم للوظيفة بيجي عندك في الاستقبال مثلا او في ادارة الموارد البشرية، حد بيقابله ويشرح له الوظيفة هي فيها ايه وكده. فطبعا المرحلة دي ممكن يكون في البعض هيسيب الوظيفة، في رفض لطلب المتقدم أو هو بيغادر، وفي ناس بتتقبل. من المقبول بيتقدم لمرحلة إن هو يا إما بيقدم سي في أو بيبقى في نموذج بيملاه وبيسيب الريفرالز أو الريفرنسز اللي هي التوصيات في الملف بتاع المتقدم للوظيفة. المقبولين من المرحلة دي بيخش في مرحلة الاختبارات الوظيفية اللي هي بداية محاضرة النهاردة. ادي الفحص المبدئي شرحناه ونموذج التقدم وكده، وبعدين بداية من الخطوة الثالثة في حاجة اسمها الاختبارات الوظيفية. في اختبارات كتير الحقيقة يعني، او يعني ده عينة منها هي، او دول اشهرهم واهمهم. نمرة واحد مثلا اختبارات ذكاء أو القدرات العقلية، لو الوظيفة تتطلب حد أدنى معين من القدرة على التفكير أو إنك أنت تجد حلول لشيء معين. وطبعا الذكاء أو القدرات العقلية مش مجرد التفكير بس، لا، الأول لازم يكون عندك ذاكرة تفتكر بيها الأحداث السابقة أو ما تعلمته أو كده، لو بتنسى مش هتعرف تفكر. برضو الإدراك يعني الأحداث اللي موجودة قدامك، أنت شايف الحدث صح مش شايف جزء منه، يعني الفلتر بتاعك سليم زي ما بيقولوا، أو الأريال بيستقبل كل الأحداث، ده برضو جزء من القدرات العقلية الموجودة. وبعدين ما يمر بك أنت بتتعلم منه وبتخزنه بحيث إنك بتستخدمه بعد كده. يعني في اختبارات للكلام ده بتقدر إيه تحدد بالظبط مستواك في الذكاء أو القدرات العقلية لو الوظيفة تتطلب ذلك. يعني مش كل وظيفة انت هتعمل فيها الكلام ده، في بعض الوظائف تحتاج قدرات بدنية فبتعمل له امتحانات قدرات بدنية، قوة وخفة أعضاء معينة، لو في مثلا حاجات بالصوابع أو بالإيد محتاجة خفة معينة أو كده ومهارة معينة، فطبعا دي بيسموها قدرات بدنية. قد يكون في اختبارات محاكاة الأداء، يعني انت ب ب ب بتحطه في ظروف عمل وبتشوف السلوكيات الضرورية للقيام بهذه الوظيفة. في الغالب دي بتبقى باستخدام حاسبات آلية بتعيشه في برنامج محاكاة معين، تديله نفس الظروف المماثلة للقيام بالإيه بالوظيفة وتشوف سلوكياته هتبقى عاملة إزاي. ده قريب قوي من اللي بعدها اللي هي بتديله عينة من العمل. يعني انت مثلا هو ميكانيكي، انت بتجيب له عربية بايظة وتشوف هيصلحها ازاي، او يعني هيجيب نتيجة في تصليحها ولا لا. فانت تطلب منه مهمة هنا ايه محددة يؤديها عند قيامه بوظيفته يعني. فده برضو ايه من ضمن الاختبارات. اختبارات الشخصية، اهم ابعاد الشخصيه هي ان هو يعني ما هواش عصبي، يعني في الحاجات اللي هي ممكن تعصب بيقدر يمسك اعصابه، فده اسمه اتزان انفعالي. عنده نوع من انواع الطيبه الروح الحلوه الجميله، يعني عنده ضمير، الانبساطيه، الابتكاريه، دول الخمس حاجات اللي هم بيقولوا عليهم الابعاد الخمسه للشخصيه. الحاجات دي ممكن تقاس، وبروفايل بتاع الشخصيه يعد بناء على الاختبارات دي، وفي مراكز بتبقى متخصصه فيها. يعني مش شرط ان الشركه هي اللي تقوم بالاختبارات دي على فكره، يعني ممكن تبعت لمركز يقيس ويسلمك النتائج وكشف بالنسبه لايه للحاجات دي. ممكن الوظيفه يكون محتاجه واحد يكون صادق وامين، يعني الحاجات مثلا اللي هي فيها امن وحاجات زي كده، او ان هو في عهدته حاجات غاليه قوي، فانت ممكن ايه، او ممكن اسرار معينه
فقد تصل الى، تعرف في اختبارات امانه، بس اصعب حاجه هي جهاز كشف الكذب دي، يعني ايه يبان ده الشخص ده بيكذب ولا لا. فطبعا قد تصل في بعض الوظائف الحساسه الى جهاز كشف الكذب. دي الاختبارات الوظيفيه. الخطوه الرابعه بقى بعد كده، يعني احنا ايه، احنا قلنا كده ايه، لو هو عدى الاختبارات الوظيفيه هيخش على المقابلات بقى، الانترفيو. لو هو ما عداش طبعا بيترفض يعني. فده ايه الجزء اللي هو ايه خاص بالخطوه الرابعه اللي هي المقابلات الشخصيه. المقابلات لها انواع الحقيقه، انا بقدمها لحضراتكم اهم، يعني ادي 5 انواع قدامنا في السلايد ده. اشهرها ان تفضل حضرتك هنقابلك، والمقابله حره، اللي يجي في دماغنا هنسالك بيه، مفيش تجهيز مسبق للمقابله. يعني هنا في مكتوب هنا حريه كبيره للقائم بالمقابله، كانك قاعد جلسه مع دكتور نفسي يعني. وبعدين يجي الشخص التاني اللي هيخش المقابله، انت ممكن في الاول تساله سؤال من اللي ايه اللي بدات بيه الجلسه بتاعت اللي قبليه، لكن المقابله الحره ممكن ايه الكلام رد الانترفيوي او اللي هو بيتم المقابله معاه تخليك تسال اسئله تانية خالص، لان هو بيجاوب عليك، انت بتثيرك حاجات معينه تخليك تمشي في ايه في اسئله مختلفه. فالمقابله الحره هنا تبص تلاقي المقابلات مش متجانسه، يعني المقابله التانية غير الاولى، التالتة غير التانية كده يعني. بعكس المقابله المنظمه، المقابلات المنظمه انت عندك لسته من الاسئله عامله زي الاستقصاء كده، وبتساله وبتدون اللي هو بيقول عشان خاطر تقدر تقارن فيما بين اللي اتقال في واحد مع اللي اتقال في اتنين مع اللي اتقال في تلاته. دي بتبقى كويسه قوي انك انت تستخدم فيها مثلا النموذج اللي اتملى يعني. فدي المقابله المنظمه ودي المقابله الحره، يعني الاتنين بيقرروا ببعض يعني. في المقابله الظرفيه، يعني المقابلة دي انت بتحط المتعامل في موقف افتراضي معين، تسأله اسئلة معينة تتعلق بمعارف العمل ومهاراته. قريب جدا منها المقابلة السلوكية، لو يعني بيسأل المتقدم عن موقف معين تعرض له فعليا، يعني تقول له انت يعني في حياتك العملية تعرضت لمواقف معينة خاصة بكذا، هيقول لك اه طب ايه هو الموقف وانت عملت ايه. فدي المقابلات السلوكية يعني. في النوع تاني اخير هنا، لو انت خاصة لو الشخصية بقى انت عايز تشوف الشخصية اللي قدامك دي يعني عصبية او كده، انت بقى بتقع في موقف صعب في المقابلة، يعني ممكن تصل الى مرحلة انك تنرفزه بحاجات معينة متعمدة. في أسئلة معينة أو هجوم معين أو نقد معين أو كده، أو انتقاد من البيانات الموجودة في السيرة الذاتية أو كده، شوف هيتعصب ولا لأ، هتجيله حالة قلق ولا لأ. فأنت بتقيس قدرته على الرد على الأسئلة لو الوظيفة محتاجة الكلام ده، نخلي بالنا يعني ده لو الوظيفة محتاجة الكلام ده. دي أنواع المقابلات اللي هي الخمسة. يعني أنا بطلب من حضراتكم قراية المرجع اللي موجود للمادة عشان خاطر إيه نقدر نفهم بالظبط إيه المطلوب، التفاصيل بتاعت كل واحدة والأمثلة وكده. أنا بس بعرض لحضراتكم ملخص ليها في المحاضرة دي. طبعا من خلال العرض ده يبقى في أساسيات معينة، يفضل طبعا إن يبقى في تخطيط مسبق للمقابلة، قدرة على التحكم في المقابلة، ومراعاة جودة الأسئلة المقدمة. التحكم ده مهم، لأن هي أصل هي قاعدة بيبقى فيها جانب اجتماعي يعني، فممكن إيه الظروف تخليك إيه تشت تطلع بره الموضوع، وتلاقي نفسك قاعد قاعدة حلوة مع إيه ناس ممكن يلفتوا نظرك تقعد تتكلم معاهم يعني. برضو الأسئلة لازم تكون الجودة هنا يعني معناها إن هي لها علاقة بالموضوع، يعني اللي هو تقييم قدرة اللي قدامك على الأداء الوظيفي وتقييم للشخصية اللي موجودة يعني. جوانب التقييم هي الأهداف الوظيفية، تاخد بالك من مظهره العام، خبرات العمل بتاعته، ممكن تسأله في الحتة دي برضو، مدى إتقانه للإجابة، درجة النضوج، الثقة في النفس، الحماس، الاتزان، ودي حاجات مهمة جدا في جوانب التقييم.
الحقيقة المقابلة بتعتبر من الحاجات الأساسية اللي بيعتمد عليها في يعني في بعض الناس بيعتمد على المقابلة أكتر من أي حاجة تانية. ليه؟ لأن هو يعني حتى الجانب النفسي يعني هي اللي بيتقدم الوظيفة بينظر له على إن هو شخص هيخش العائلة بتاعت الشركة أو الهيئة أو كده، فهم عايزين حد يكون يعني يحس براحة ناحيته. فمميزات المقابلة الأساسية ان انت بتشوف الشخص وبتعمل اتصال مباشر بيه وبتقدر ايه تقتنع، لان الورقة ممكن يكون خداع، يعني ورقة السي في او الاستمارة ممكن تكون خداعة. فهي الناس بتبص لها انها اكثر مصداقية، ده غير ان هي مع الورق يعني انت كده تستكمل بيانات كويسة. يعيب الانترفيو حاجة اسمها الحكم المبكر. الحكم المبكر يعني دايما احنا كبشر بنميل الى ان احنا نصل الى استنتاجات سريعة، يعني اول ما يخش عليك الشخص بتروح يا الشخص ده شكله مش عاجبني، فتقعد مش سامع اي حاجة ايجابية دي وبتركز على الحاجات السلبية اللي هو بيقولها. فهنا ايه ممكن تركز على السلبيات اكتر من الايجابيات، او لو هو فتح نفسك وهو اصلا مش كويس الشخص اللي جاي لك ده، هو ممكن تتحيز للايه للحاجات الايجابية، في حين ان في ناس تاني، او لو هو مثلا عجبك من الاول فانت الباقيين ما بترضاش تقارن، لان خلاص انت ايه نفسك في الشخصية اللي جت في الاول يعني. طبعا ده بيبقى مضل لبعض الانجازات، فدي طبعا ايه يعني بتبقى عايزة خبرة شوية، وعايزة اللي بيعمل المقابلة يكون عنده اتزان وعنده موضوعية في الحكم وفي المقارنة فيما بين الاشخاص المتقدمين. دي عيوب ومميزات المقابلات. يبقى كده احنا النهاردة اتكلمنا عن المقابلات الشخصية، وقبل المقابلات الشخصية اتكلمنا عن الاختبارات الشخصية. خلاص خلص الانترفيو، يبقى انت كده ايه يعني غالبا بعد الانترفيو هيجي لك شورت ليست بقى من الناس المتقدمة، ناقص انك انت تتاكد بس ان المعلومات اللي قالوها في الانترفيو واللي كاتبينها في السي في واللي مكتوبه في النموذج التقدم سليمه. فبتعمل تحري، يعني بتعمل حاجه اسمها تحقق من صحه المعلومات دي اكاديميا، يعني شوف المكان اللي هو خد منه اخر شهاده. دي في غلطه هنا مطبعيه، دي اسمها المهنيه، يعني في الشغل اللي كان شغال فيه. برضه من الناحية المالية بتشوف يعني في البنوك هل هو عليه ديون ولا لا، الائتمان بتاعه شكله عامل ازاي، يعني قياس الكريديبيليتي بتاعت الأشخاص ده، يعني بعض المؤسسات المالية بتعمله عشان خاطر منح الكريدت كاردز وكده. فممكن يكون الشخص اللي قدام ده مديون لشوشته وعنده كريدت كاردز و مستلف عليها فلوس وما بيسددش، مشكلة. برضو المرجعية القانونية، ودي مفيش التشبيه بيجيبها، المرجعيات خاصة بالشخصية، ودي بقى الناس اللي حواليه وصحابه وبتاعه، قد تصل إلى شيخ الحارة المنطقة اللي هو ساكن فيها يعني. من ضمن الطرق اللي هي بنستخدمها للتحري الاتصال التليفوني، أو إنك تبعت جواب وتستنى أي حد يرد عليك، أو تبعت إيميل. طبعا ايه مشكلة التحري ده، ان ناس كتيرة ما بتقولش الحقيقة، لكن الحقيقة في ناس كتيرة جدا بتقول، وتعتبر من اهم مؤشرات التنبؤ باحتمالات نجاح المتقدم، يعني حتى لا يندس ما بين العاملين ايه من لهم سوابق مثلا او صفات غير ايه غير مناسبة. طبعا مشكلة التحري ان البعض ممكن يرفع عليك قضية، يعني انت تواجه مشكلات قانونية لانك انت بتخترق خصوصيته. كل بني ادم من حقه انه يعيش حياته بدون تدخل اخرين فيها، او اللي اتكلم عليك كلمة مش مظبوطة تتهمه بالتشهير، تتهمه بالتشهير. فده برضو من ضمن المشكلات القانونية الخاصة بموضوع التحري عن المتقدمين. يعني دي كانت الخطوة الخامسة. الخطوة السادسة خلاص كده الأخ ده اتبعت له إيه اللي عدى التحريات، غالبا بتبعت له عرض وظيفي مؤقت، وبيتبعت بقى بيطلب منه إن هو يعمل فحص طبي. الفحص الطبي ده هو اللي بيعديه أهو، إحنا قلنا هنا إيه هيتبعت له عرض مؤقت مشروط بالقبول طبيا وبدنيا.
البعض يجرب الفحص البدني مع الاختبارات الوظيفية. طبعا حتة الفحص الطبي البدني ده بالذات ممكن يكون موجود مع الفحص الاختبارات الوظيفية لو الوظيفة عايزة كده، سواء غالبا بيبقى في الآخر عشان خاطر بيبقى مكلف شوية. ده غير إن الفحص الطبي بيبقى عليه محاذير قانونية، يعني ممكن تكون الوظيفة مثلا إيه محتاجة تعاطي مخدرات، هل اختبارات هل بيتعاطى مخدرات ومنشطات ولا جسمه فيه حاجة مش مظبوطة ولا لأ. ففي كثير من الدول المتقدمة انت مش من حقك انك انت تكشف على حد عشان تعرف هو بياخد مخدرات ولا لا، يعني دي بتبص على ان هي حرية شخصية، او مش من حقك تعملها الا اذا كانت الوظيفة بتحتاج كده. فده يعني ايه من ضمن الاختبارات اللي ممكن تتعمل في بعض الوظائف. خلصنا ده وعدى الشخص المتقدم او مجموعه اشخاص شورت ليست صغير قوي اللي هو على قد عدد الوظائف عدد المراكز الوظيفيه، خلاص بقى بيتبعت له عرض وظيفي نهائي. الف مبروك انت كده ايه، احنا سعداء ان احنا نتشرف بوجودك عندنا. فده يعني قرار نهائي لانتقاء بين اكثر من فرد الوظيفه. دي مقصود بيها ايه؟ مقصود بيها ان اللي عدى كل المراحل دي قد يكون مثلا اكثر من عدد المراكز اللي مفتوحة الوظيفية. يعني احنا عايزين 4 فاللي عدى 6، طب هنعمل ايه بقى؟ في المرحلة دي عشان ابعت عرض وظيفي نهائي هبعت ل 4، فلازم اختار 4 من 6. اعمل ايه عشان اختار 4 من 6؟ اشوف كل اللي فات ده مثلا من الاختبارات والانترفيو وكده وارتبهم طبقا اللي فات، واحسن 4 ابعت لهم، او اختار معايير معينه موضوعيه من كل الشغل اللي فات في التقييم وارتب الناس طبقا للمعايير دي. في لما بنوصل للمرحله دي بعض الناس بتميل برضو لحته الايه قدرات المتقدمين الوظيفه، او في ناس بتتكلم على ايه نوعية الشخص نفسه عنده دافعية ولا لا. يعني انت خلاص هما الستة كويسين، ايه بقى اللي ايه هيخليني افضل 4 من 6؟ ممكن اتحيز لحاجة تبع الوظيفة، او ممكن اتحيز لحاجة خاصة بالشخص نفسه وبالذات حتة الدافعية. يبقى يا اما التقييم يتم على اساس القدرات او على اساس الايه الدافعية. الدافعية يعني شخص يعني ايه عنده حافز وعنده نشاط داخلي وان هو يتقدم ويتطور ويتعلم وكده يعني. فسواء استخدمت القدرات او الدافعية او مزيج من الاثنين، خلاص انت بترسى على 4 وبتبعت له عرضا وظيفيا نهائيا، وبتبعت للي العدد النهائي خطاب اعتذار لمن لم يحالفهم بايه الحظ، او بتأجل خطاب الاعتذار ده هو لحد ما اللي اخترتهم يستلموا الشغل بالفعل عشان تتأكد بس ان محدش فيهم هيعتذر يعني. فده ايه ده اللي هي النقطة الخاصة بإرسال العرض الوظيفي النهائي. العرض ده هو مفروض ان هو بيبقى فيه المسؤوليات الأساسية للوظيفة، شرح يعني للمحتوى الوظيفي والتوصيف بتاعها، مواعيد العمل وجدول العمل والراتب والاجر المعروض وتفاصيله وتاريخ بدء، كل دي حاجات بيبقى عايزها الايه الشخص اللي لسه هيستلم الوظيفه يعني. برضه من المهم جدا من الناحيه القانونيه انك تقول له لو ما استلمتش الوظيفه في الفتره دي العرض بتاعنا ده هيتلغي يعني. فده برضه من ضمن الحاجات المهمه في العروض الوظيفيه. اللي جاي بقى وفايز بالوظيفه ممكن يجي بقى ويتفاوض من حقه، يعني يقول لك لا والله احنا ما اتفقناش على الراتب ده، يعني انتوا ما سألتونيش على الراتب قبل كده، لو ده حصل انا عايز والله الراتب بتاعي اللي فات كان كذا واللي في السوق كان كذا وده يعني، او يطلب مزايا معينة او حاجات معينة خاصة بمواعيد العمل. المهم قبل ما يستلم ممكن يتفاوض على حاجات معينة. في النهاية لو الـ الامور مشيت ايجابية خلاص بيجي يستلم الشغل، فتستقبله إدارة الموارد البشرية وبتعلم المدير الموظف بقى الجديد، وبتسلم المعيد ده لمدير الموظف الجديد، وبيتفقوا ان هم يستقبلوه. ممكن تكون حفلة استقبال لمجموعة الموظفين اللي تعينوا مثلا في خلال الشهر اللي فات او كده.
او قد يكون يوم يكون فيه احتفال صغير كده. السبب للاحتفالات للاستقبال وهو ان اليوم ده هو بيتحفر في ذاكرة الموظف وبيديله انطباع عن العمل او بيديله حافز معين المفروض ان هو يستغل عشان خاطر الناس تحب المكان وتديله بعد كده. ده اخر حاجة موجودة عندنا في الفصل الحقيقة، وارجو انكم تكونوا استمتعتوا بالفصل الجميل ده. شكرا.